يقول السائل: رجل توفاه الله عز وجل وله زوجة وأخت لأم وقرابة من الذكور، فكيف يتم توزيع الميراث بينهم وجزاكم الله خيرا؟ الزوجة، نعم. يقول: رجل توفاه الله وله زوجة وأخت، الزوجة، نعم، وأخت لأم وقرابة من الذكور. هذه المسألة يحتاج إلى الرجوع إلى المحكمة لحصر الإرث، ولكن ظاهر السؤال أن الزوجة لها الربع، لأنه إذا لم يكن هناك فرع وارث ليس له أولاد فيكون للزوجة الربع، والأخ لأم، يقول أخت لأم، أخت لأم لها السدس، والباقي للعصبة، الباقي للعصبة، تعطى الزوجة الربع والأخت لأم السدس والباقي للعصبة. نعم.